الإعلامية الرابعة اللي انضمت لنا بهي الحلقة هي الإعلامية المصرية ريهام سعيد. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي ببرنامج مساء الخير. أهلا فيكي. سؤالنا لك ريهام، أنه أنت من أكثر الإعلاميات اللي بتشدد على أعمال الخير ببرامجها، شو السبب؟ وهل هذا النوع من البرامج شعبيته برأيك أكثر من غيره؟ لا، هو الموضوع الحقيقة جه بالصدفة الشديدة، إن إحنا كنا برنامج ناجح وحد لجأ لينا لموضوع خدمي أو خير وحبيناه، وجت من هنا الانطلاقة، جت بالصدفة، ما كانش الفورمات بتاع البرنامج يعني. بس متهيألي إن كل أنحاء العالم البرامج اللي بتهتم بالتشاريتي أو الخير زي أوبرا وينفري وغيرها بتحقق شعبية كبيرة، وفكرة إن يبقى الإعلام مش شو بس ويبقى خدمي متهيألي بتدي قيمة أكبر. شكرا. خصوصا يا ريهام لما بيبقى البرنامج زي برنامجك انه فعلا بيحقق وفعلا بيخدم ناس كتير، يعني بيوصل للهدف اللي هو معمول علشانه. الحمد لله عبينا الهدف. الحمد لله.